اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في نواحي فنيه كثيره جدا فيما حدث خلال الفتره السابقه، وكالعاده دائما ما سيحدث خلال الفتره القادمه وضغط المباريات السته القادمه للنادي الاهلي في خلال اسبوعين مع اثنين من خبرائنا في كره القدم. الحقيقه خبير كبير، الحقيقه النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. كابتن عادل طعيمه هيحكي لنا وهيقول لنا ايه اللي بيحصل، له رؤيه فيما حدث سابقا وما سيحدث خلال الفتره الجايه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام، حضرتك بخير وموحشنا جدا. بخير وانت كمان والله، كله كويس زي الفل والله الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك كابتن عادل؟ انا بشوفك كتير حبيبي، بنتقابل كابتن عادل ما بيطلش علينا غير كل فين وفين، على طول طالع الصبح، هو بيصحى بدري بينام بدري شكله. الله يخليك كابتن اسلام، اهلا. وانا سعيد ان انا قابلت كابتن عادل. طبعا خليك، طبعا اكرمك يا رب. كابتن عادل طعيمه، عايز برضو اسال حضرتك او ابدا بسؤالي، ايه رايك في الاحداث بشكل عام خلال الفتره السابقه؟ انا عارف بيبقى دايما ليك رؤيه مختلفه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ممكن قبل ما حضرتك بس تقول، عشان عندنا النادي الاهلي يحقق الفوز بتنس بايه؟ معلش قولوا لي. تنس الطاوله. ببطوله تنس الطاوله رجال بعد الفوز 3-1 على نادي الزمالك في الدورة المجمعة الثانية. وزي ما حضراتكم شايفين دي نقطة الفوز بالدوري العام لتنس الطاولة وفوز النادي الأهلي. وكالعادة شاشة قناة النادي الأهلي بتكون متواجدة في كل مكان وبنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل ده حالا دلوقتي او منذ دقيقة ونصف. يعني ده بمناسبة يعني الفرحة والفوز والسيدات برضو كسبوا من شوية نادي جزيرة الورد 3-2 وحقق بطولة الدوري اللي هو زي الدوري يعني. كابتن عادل، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم كل أهلاوي يفخر بناديه ويبقى دايما باستمرار عارف انه النادي الأهلي في منطقة تانية بعيدة خالص، سواء محليا او افريقيا او حتى قاريا. ان ريال مدريد 27 احنا 24، يعني الاهلي لو خد البطوله ديت وريال مدريد ما خدش كان الفرق بطوله واحده علشان نبقى في المرحله الكبيره ديت. ايوه. لما جه موسيماني الحقيقه كان اختياره زي ما انا قلت قبل كده، كان اختيار موفق جدا من الكابتن الخطيب ومن لجنه التخطيط ومن لجنه الكوره. جه على الوداد، كسب الوداد رايح جاي، وبعدين مقتنع جدا وعارف تاريخ النادي الاهلي كويس قوي، حصل على كم من البطولات ما فيش مدرب قبليه عملها. واعتقد من الحاجات اللي هي بتتكتب في تاريخ النادي، لان دايما البطولات بتيجي عن طريق مجلس اداره بيختار مدير فني، مدير فني بيبقى معاه لعيبه وبرضه الاداره بتختار معاه في اللعيبه. كل ال العوامل دي بتتكاتف علشان توصل للمرحلة اللي انت بتوصل لها. نعم. في الفترة ديت وعلى الرغم من كثافة المباريات اللي انت بتتلعبها، وانا قلت مع حضرتك السنة اللي فاتت السلاية لعب 90 ماتش. في حد في الدنيا لاعب يلعب 90 ماتش في دوري؟ اللي قلنا السيتي باللاعبين وهم بقى السيتي اللي بيلعبوا كل البطولات لاعبين، واحد اكتر واحد لعب ما بين 61 ل 64 مباراة، احنا كنا معديين حاجه و70، وفي 3 4 لعيبه معديين ال 90 منهم السوليه. الكلام ده استنزاف للعيب، والكلام ده قبل البطوله العربيه وقبل الافريقيا وقبل تصفيات كاس العالم. فانت مع كل الضغط والكثافه ديت ومع كل الاجواء اللي انت بتلعب فيها من برد شديد الى حر شديد الى ملاعب سيئه الى ما فيش فار الى الولاد اللي بعض الناس يعني ضاغطين عليهم جامد، الولاد دول عملوا انجاز واعجاز مع الاداره ومع الجهاز الفني. نعم. ما فيش شك ان الفتره اللي فاتت من 2019 لحد النهارده النادي الاهلي في مؤامره شديده بتدبر ليه، والدليل على كده العناصر اللي هي بتوصل علشان تقود الكره في مصر. اولا ما بتجيش بالانتخاب وبتيجي بطريقه مش مظبوطه، ده قبل الاتحاد الحالي. نعم. قبل الاتحاد الحالي. وزي ما حضرتك عارف ان انت هل ممكن دوله بحجم مصر
تديرها ساموراء اربع سنوات، اربع سنوات لجان بتدير الكره في مصر. لجنه خماسيه فاطمه سامورا، ولجنه ثلاثيه مصر ام الدنيا اللي هي مؤسسه الاتحاد الافريقي، ما يبقاش فيه مجلس منتخب وبعدين خد بقى عندك قرارات كلها ضد المنتخب المصري وضد النادي الاهلي وضد الفرق المصريه. لجنه الحكام بنشوفها قد ايه بتبقى متحامله جدا على المنتخب وعلى الفرق المصريه وخاصه النادي الاهلي. لجنه الحكام الافريقيه، تمام. امال ايه لجنه الحكام الافريقيه واللي فيها الاخ المصري عصام عبد الفتاح هو في اللجنه الافريقيه. فكل العوامل دي مع الكثافه العاديه الكبيره جدا في الكوره، الماتشات اللي اللعيبه بتاعتنا بتلعبها والجهاز الفني بيلعبها، كل الضغوطات ديت، ومع ذلك ومع الـ الاخطاء التحكيميه اللي احنا بنشوفها والفار اللي احنا بنشوفه، كل الامور ديت، ومع ذلك انت ماشي في طريقك وبتحصل بطولات. واي حد هيحاول ان هو ينافسك زي ما حضرتك في المقدمه عايز له مش اقل من 20 سنه علشان يحاول ان هو يقرب منك، لانك انت دايما يعني 42 دوري المنافس 12، انت كاس عالم انديه 10، الانديه اللي بتنافسك في مصر مفيش، انت بتوصل 15 مره نهائيات كاس عالم، بتاخد 10 منهم، وكانت ممكن تبقى ال 11 اللي فاتت. ريال مدريد عنده 27 بطوله قاريه، احنا عندنا 24. انت بتنافس، انت في كاس العالم للانديه ريال مدريد عنده 4 كاس عالم، 4 ميداليات ذهب، برشلونه عنده 3 ذهب واحده فضه، الاهلي عنده 3 برونزيه، يعني الاهلي نمره 3 في عدد الماتشات، انت اكبر نادي عنده عدد ماتشات، اكبر نتيجه في كاس العالم للانديه، انت كسبان الاتحاد، كسبان الهلال 4، عدد الماتشات انت الاكثر، فانت في 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 سما وناس يعني ماشيه كده يعني على الارض كده بعيد عنك. فده فنيا واداريا انت بتعاني معاناه شديده جدا، واخرها المؤامره اللي اتعملت الماتش اللي فات. تمام. كابتن عادل، برضو اعرف وجهه نظرك فيما حدث سابقا، ما اتكلمناش كتير احنا قبل الماتش، كنا بنتكلم عن دايما النواحي الفنيه والامور الفنيه وامور التحفيز. اول حاجه يا كابتن اسلام، انا عايز اتكلم في ثلاث نقط بسرعه كده. اتفضل يا كابتن. النقطه الاولى انه النواحي الاداريه وبالذات المنظومه بتدار في الاتحاد الافريقي وفي مصر حتى كمان. تاني حاجه في شق الجماهيريه والجماهير والحاجات دي. الثالثه في امر النادي الاهلي. نعم. رقم واحد، انت لما تيجي تتكلم على، انا مش عاوز اسمي الدوله ولكن عايز اقول لك ان في حد عايز يستحوذ على الاتحاد الافريقي ده، مش من ناحيه كره القدم بس. انا اسف، هو حتى في النقطه دي يا كابتن، انا لما اجي مثلا انا والكابتن عادل قاعدين اقول له انا نفسي نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، حتى لو فيها كلام بس ده بيني وبينه مثلا، لكن اطلع اعلاميا وفي جرايد وفي مواقع وبتاع واقول انا هعمل وهخلي وهسوي وانتهى عصر اللي مش عارف ايه، وعلى اساس ان احنا يعني كنا في، لا ده انا عايز اقول لك حاجه قويه يمكن الناس مش واخده بالها، انت حتى في الاتحاد الافريقي لكره الطايره الفولي انت لسه، لا ده قصه، عمرو علواني متشال وحاطين بشرة مغربيه. المهم ده قصه. لا يعني ده حصل كمان حاجه بس يعني وفي حبه اتحادات واحنا قدرنا برضو، لكن عاوز اقول لك حاجه، انت هنا ترجع للثقل بتاع البلد نفسه. احنا كمصر طول عمرنا علشان دوله كبيره زي ما الكابتن عادل قال مش بنستحوذ، ولكن احنا عندنا كوادر بتشتغل في الاتحاد في كل مكان. انت الكوادر اللي بتشتغل في الاتحادات ما بتساعدكش. ليه ما بتساعدكش؟ يعني خلينا نعترف ونقول ما حدش بيساعدك من الكوادر المصريه، ده دايركت. حدش بيساعد الاهلي تقصد؟ مش الاهلي بس، مصر كمان ولا الانديه ولا ما اصل الاهلي هو مصر، ومصر هو الزمالك، ومصر هو المحله طبعا. ومصر اي فرقه بتلعب في بطوله افريقيا فهي مصر. لكن انت لازم تعرف انه الخلل جاي من هنا اصلا. يعني انت لازم تبص على سبب المشكله ايه. انت بتتكلم، مش عاوزين نعيد الكلام، ان في خطاب وتخبى الخطاب والحاجات، الموضوع باين ومعروف ان هي
كان في النادي الاهلي ما ياخدش البطوله. ليه ما ياخدش البطوله؟ لان الاتحاد الافريقي غير انه كمان كل فتره بعاوز يدي او يميل لدوله او يميل لفرقه. تتويج فريق فريق تنس الطاوله سيدات بالدوري العام في تنس الطاوله سيدات زي ما حضراتكم شايفين وكابتن عادل بيتكلم. اتفضل. مبروك الاول. ولكن لا. الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها لك كابتن اسلام اكمل فيها. اتفضل. انك انت في حرب عليك. اوكي. انا بقول حرب ومش بقول مؤامره. ليه؟ لان المؤامره ممكن يحقوها وتشتغل خطوه بخطوه. لا، انت في حرب عليك ومعلنه. نعم. ما هو اللي انت قلته ده اعلان حرب عليك في الكوره، يعني في لغه الكوره اللي هو حرب رياضيه، يعني رياضيه، ان انتهى الموضوع وانتهى الاستحواذ والحق. وانت ما كنتش بتستحوذ الا بقدراتك، لان انت اكبر دوله في افريقيا، انت صاحب المقام الرفيع في بطولات افريقيا. الشق الثاني بقى اللي احنا عاوزين نتكلم عليه وده مهم جدا، الشق الجماهيري. انت عندك مشكله ولازم نعترف بيها، زي ما بنقول حاجه صح. نعم. نقول كمان الاخطاء بتاعتنا. اتفضل. لازم تعرف يا كابتن اسلام ان الجيل الحالي لا ما بيعرفش يلعب قدام الجمهور. اه. اديك دلائل. ماتش السنغال، ضغط الجمهور. فاكر احنا لما كنا عشنا في الظروف اللي زي دي ونلعب وانتوا برضو جيلكوا ما كناش نخاف ولا كنا نتخض ولا كنا اي حاجه. في التمرين انا بلعب 3000. انا بلعب 120000. انا احيانا في ماتشات صح في الدوري الممتاز وفرق من الديل الجدول اقل منك 120000 متفرج. فطول عمري واخد على كده. خلي بالك اللعيبه ما بقت بتتخض من الجمهور، عشان نعم. كده لازم الرجوع شويه لحته الجمهور تدريجيا. خلي بالك بس ابتدت الدنيا اهي حتى في مباريات المنتخب النهارده او المباراه القادمه 40000 متفرج. يعني خلاص، يعني الجيل ده كله ما خدش على كده يا كابتن اسلام، ما خدش على دي مهمه، دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثالثه بقى المهمه، احنا كنادي اهلي كان مطلوب انك ما تاخدش البطوله، بس في برضه لازم البطل او القوي طبعا لازم يعرف ايه العله اللي كانت عنده. احنا ما كناش كويسين في المباراه، يعني احنا لو اتكلمنا فنيا هنلاقي ان احنا اخطانا كتير جوه الملعب. نعم. ولازم نتكلم عليها طبعا. والبطل دائما، ما هو العلاج الصح انك تقول المرض اللي عندك. مزبوط. انت لو دكتور وانا رايح لك وانا مريض وما قلت وبقول لك انا رجلي وجعاني وهي دماغي وجعاني، هيعالج لي رجلي مش هيعالج دماغي. فانت المفترض ان انت لازم برضو عندنا اخطاء. اخر حاجه قبل ما اقفل الكلام، ان الاوان الناس، يعني احنا كنادي اهلي ما نعاملش الناس بلغه الفرسان النبلاء، الفارس النبيل او الفارس النبيل، خلينا نتكلمها بمنتهى الصراحه. لا خلاص، لازم يكون ليك انياب. لا، لانه للاسف الناس فاهمه انه ده ضعف. خلي بالك، ده احترام. الادب والاحترام وانك انت تتحمل علشان حاجات كتير، انت القدوه وكل حاجه. لا، انا الاوان ان خلاص. وده تحذير بقى، يمكن هقول لك حاجه، مفيش تحكيم تاني هيظلمك. انا بكلمك بمنتهى الامانه. يا رب يا كابتن. لان مفيش حد هيسكت. تحكيم مفيش ظلم تاني. فار والاشكال اللي بتحصل في الفارات والحاجات دي وفي الماتشات الدوري مش هتقيل علينا تاني، ولا هنقبلها ولا هتبقى موجوده. انت خلي بالك. ولازم حق النادي الاهلي ياخده كامل ومكمل. احنا مش عايزين اكتر من حقنا، بس هو الايام الجايه ده تحذير. انا مش بتكلم باسم النادي الاهلي. أيوة. سنه واحد من جمهور النادي الاهلي، سيبك من اني كنت لاعب سابق والحاجات دي. انا شخصيا مش عاجبني ان انا في وقت خلاص اللي هيغلط فيا هبينها. كنا الاول نقول لا، حذر شويه ومعلش ونعدي، مفيش تعديه. انا من وجهه نظري انا كجمهور على الاقل. لانه زادت قوي. بدا الحرب تبان، بدا المؤامره تبان، وبدا انك انت كل شويه يبعت لك في صيغه فار في صيغه مثلا يعني حكم جوه الملعب، اتحاد افريقي يودي الفاينل على افريقيا ويوديه على المغرب. الحاجات دي كلها خلاص، يعني ان الاوان ان مفيش سكوت على اي حاجه بعد كده. ده من وجهه نظري. طيب كابتن عادل،
يعني هل تم التحضير ذهنيا لهذه المباراة من الجهاز الفني اللي هي المباراة النهائية من وجهة نظرك؟ انت كلاعب سابق ولو في معاك جهاز فني ومعاك جهاز اداري ومعاك رئيس النادي ومعاك كل الدنيا معاك وبتقول لك ان انت رايح تلعب في المغرب ودي مش ارض محايده وان احنا هنلعب غصب عننا هنلعب هناك وبيحطك في تراك مالكش قرار اخر ما هو عايز يحطك في مكانه يا انسحاب يا تلعب مفيش قرار تاني انت لا يا تنسحب يا اما هتيجي تلعب في ملعبك يا اما تيجي تلعب في ملعبك هنكمل يا كابتن لكن ده برضو تتويج التنس الطاوله رجال زي ما حضراتكم شايفين ببطوله الدوري العام لتنس الطاوله وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بثلاثيه مقابل ثلاث شوط مقابل شوط واحد. اتفضل يا كابتن عادل. فبيوسع هو بقى بيوسع للوداد فتيجي في الدور الاربعه وللاسف الوداد بيلعب فريق جزائري حكم مصري في الدقيقه 94 وضربه جزاء ما فيهاش حل والفار اللي هو برضو اخر مصري برضو البنا بيستدعي الحكم وضربه جزاء ما لهاش حل وبعدين يرجع يعمل اسقاط عشان الوداد يتاهل وبعدين في الكونفدراليه برضو حكم مصري في الكونفدراليه يحسب ضرب جزاء وهميه اللي هو اصلا كان في طرد في الماتش بتاع النادي الاهلي وضربتين جزاء الاخ عاشور ما حسبهمش بيحسب ضرب جزاء وهميه لنهضه بركان في المباراه عشان نهضه بركان ياخد البطوله. قبل ما تروح المغرب يا كابتن انت عارف انت كلاعب عارف ان انت رايح وهتلعب لا هيبقى معاك جمهور وحتى جمهور لو راح هيبقى 1000 2000 في مدرج مش هيبانوا فانت الحته دي قبليها طبعا ب 10 ايام انت لاعب اربع ماتشات وهي العمليه مش ان انا قبل الماتش باربع خمس ايام هلحق الاربع ماتشات اللي انا لعبتهم 48 ساعه اطلع البرج العرب ارجع على هنا روح على هنا اربع ماتشات كانوا الى جانب الاصابات اللي كانت موجوده عندك طبعا. وكلها ماتشات النادي الاهلي بيلعب وانا قلت قبل كده انت بتلعب في برج العرب الملعب لون اصفر رمل 48 ساعه الملعب اخضر غامق وفاتح وزي الفل يعني هل في 48 ساعه الملعب النجيله طلعت والملعب اتصلح يعني دي كلها حاجات انا بشوف انها حاجات مش سليمه انت بتحارب النادي الاهلي ليه عشان ايه طيب انا كرئيس لجنه حكام هل انا المسؤول عن الاخطاء اللي بتحصل لا رئيس الاتحاد انا عارف ان انا بقالي خمس سنين كرئيس لجنه بادير الكوره في بادير لجنه الحكام ومفيش تطوير باصر ان الراجل يفضل موجود وتبقى الاخطاء هي سواء في افريقيا او محليا الامور دي كلها لما اللعيب يبقى نازل طبعا في اجهاد في لعيبه اربعه اساسيين كانوا خارجين من اصابات مفيش شك ان هم اثروا حمدي فتحي هل ده مستواه؟ اكيد ان هو مش سليم 100% هو طبعا اكيد سليم بس ذهنيا ما هوش كامل والدليل على كده الكره اللي اتشاطت وجت جول فينا المفروض الراجل ده تبعه معاه يبقى على رجله وحمدي فتحي عودنا دايما ان الكور اللي زي دي على طول حمدي بيمنع اي حاجه من الحاجات دي انها توصل ودايما حمدي فتحي تبص تلاقيه في 6 ياردة بتاعه الفريق المنافس يا اما بيسدد يا اما بدماغه ما كانش موجود وده انا مشفق عليه لانه هو لعب البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وكاس العالم استنفذ كل جهده في البطوله العربيه بتاعه الاشبال وكابتن سعيد كان بيكلمه ويقول لهم يا اخوانا بالهداوه شويه دي بطوله يعني ما هياش بطوله لان انت السعوديه رايحه بالاشبال الجزائر رايحه بالفريق الثاني فانت عملت جهد غير طبيعي في البطوله دي دخلت على افريقيا وبعدين تيجي على كاس عالم انديه وبعدين تروح رايح على تصفيات كاس عالم انت استنفذت جهدك كله في عدد المباريات اللي انت لعبته نعم فبتيجي في ماتش زي ده هتدي لك الثالثه كبطوله افريقيه
فانت واقف ما انتش قادر نتيجه ان انت اصبت وفي كثيرة. وفي اجهاد. حته الجماهير اللي الكابتن عادل قال عليها، انا لعبت النادي الاهلي لعبوا قبل كده في 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 كل المحافل يعني. بس هو بيتكلم بشكل عام ان عدد بس الجماهير. الجيل ده يا كابتن، الجيل ده يعني لعب مع جماهير كتيره سواء مع المنتخب ومعظمهم في المنتخب، وبعدين في مجموعه كبيره منهم لعبوا كاس عالم انديه وفي كل حته كانوا بيلعبوا. صحيح طبعا زي انا مع كابتن عادل انه برضو في بقالنا 10 سنين مفيش جمهور تقريبا، ففي يمكن 3 4 ممكن يكونوا، بس الولاد الكبار اللي موجودين بيعملوا برضو نوع من الاحتمال كبير. ودي برضو انا بقولها لموسيماني، انت في المباراه ديت بتراهن على اللعيب ان هو هيديك 8 من 10، فانت 8 من 10 دي بيديك 3 من 10 4 من 10. فانا مثلا اي لاعب سي من اللعيب انا بلعبه في البدايه في بدايه التشكيل على اساس ان انا اقل حاجه هيديني 8 من هيديني 7 من 10، وفاجئ انه بيديني 3 من 10. فدي برضو لازم تبقى في حسابات المدير الفني، يبقى عارف ان في لعيب لما انا بديله مينيمم ما بدينيش اقل من 7.5 من 10. ما افاجئش ان انا بلاعب لعيب 2 3 وبعدين مره يديني 9 من 10 ومره 2 3 0 مره ما فيش. زي ما حضرتك اتكلمت مثلا هاني ما كانش موجود في المباراه بالظبط. هل هاني ده انا اشدت بيه في ماتش الانبي بيلعب مساك وكان ما غلطش غلطه. فانت بتديني النهارده 8.5 وبعدين في ماتش مهم زي ده ما تدينيش خالص. فبرضو الرهان ده لازم انا كمدير فني يبقى عندي 30 لعيب عارف ان ده ممكن هيديني في المباراه ديت اقل حاجه هيديني العدد من الدرجات اللي انا محتاجها. طيب هنطلع فاصل وهنرجع برضو نكمل مع كابتن عادل طعيمه وكابتن عادل عبد الرحمن عن هذه المباراه والقادم مع النادي الاهلي. وكالعادة متواجدين في كل مكان زميلنا محمد توفيق بعد فوز النادي الأهلي بدوري الرجال والسيدات في تنس الطاولة، عمل لقاءات. خلينا نطلع نشوف هذه اللقاءات ونرجع نكمل مع حضراتكم هذه الحلقة مرة أخرى. مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من ايام النادي الاهلي وانتصارات النادي الاهلي اللي لا تنتهي ابدا. النهارده انتصار جديد لفريق تنس الطاوله رجال وسيدات ابطال مصر. يمكن يعني من ساعتين بالظبط كان تتويج فريق السيدات بدوري الجمهوريه، ومن بعده كمان فريق الرجال النهارده بيتوج بدوري الجمهوريه بعد الفوز على الزمالك 3-1. يمكن النادي الاهلي كان فاز بدوري المجمعه الثانيه النهارده، وكمان كان فاز كمان بالدوره المجمعه الاولى وفاز بمجموع الدورتين سواء في السيدات او الرجال. ومعانا حالا دلوقتي الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي. الف مبروك كابتن اشرف. يعني انتوا نفسكم مش عارفين عدد البطولات اللي اخذتوها كام من كتر ما كل السنه النادي الاهلي هو الحمد لله 13، دي 13 على التوالي. يعني الف مبروك الفوز سيدات ورجال. يمكن ضغوط بطوله افريقيا لسه اكتر من لاعب يعني راجع من افريقيا واخدين بطوله افريقيا، ومع ذلك النهارده الفريق بيقدم مباراه كبيره. يمكن الدوري المجمعه الاولى كانت اسهل بكتير من البطوله كلها، لكن النهارده كان في منافسه كبيره جدا مع الزمالك. لا هي الدوري المجمعه الاولى كانت زي الثانيه، بس الفرق ان احنا شمال لعب اول ماتش مع اللعيب الاجنبي وقدر يكسب والحمد لله وكسبنا 3-0. في الدوري المجمعه الثانيه ما توفقش في اول ماتش البيلي مع الياباني او البرازيلي، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب 3 ماتشات اللي بعد كده. يعني بتقول ايه النهارده لعيبتك سواء رجال او سيدات هم ابطال مصر النهارده؟ طول عمر لعيبه التنس الطاوله ولعيبه النادي الاهلي رجال، يقفوا في المواقف الصعبه وبنلاقيهم دايما فيها. النهارده يعني يمكن بطوله السيدات كان اخر مباراه امام جزيره الوقت كتحصيل حاصل، ومع ذلك صممتوا انكم تلعبوا القوام الاساسي، والنهارده قدرتوا تحسموا المباراه وتحسموا البطوله كمان. كان احنا كسبنا البطوله من النهارده الصبح في ماتش السيدات، بس اصرينا ان احنا نلعب بكامل قوتنا في ماتش جزيره الورد، وربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكسبهم، وكان ممكن نكسب احسن من كده كمان، بس الحمد لله على كل حاجه. اخيرا رساله توجهها للاعبيك النهارده وجماهير النادي الاهلي. شكرا للاعبتي كلهم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. شكرا كابتن، ودايما موافقين باذن الله. كابتن اسامه مكملين لقاءاتنا على احد من نجوم المباراه النهارده ونجوم الدورتين المجمعتين الاولى والثانيه محمد البيه لاعب النادي الاهلي. محمد الف مبروك الفوز. يمكن تعبت جدا في المباراه الاولى يمكن مع المحترف البرازيلي 3-2 خسرتها، ما كانش فيه توفيق في اخر شوط،
ولكن قدرت في المباراه الاخيره مع احمد صالح واحد من نجوم الزمالك انك تكسب المباراه 3-1 ولا اكثر من رائع. الله يبارك فيك. الحمد لله. طبعا اهم حاجه زي ما انت قلت المكسب بالمباراه. حاولت ان انا مع البرازيل ان انا اكسب المباراه سهله علينا شويه، بس الحمد لله ما حصلش نصيب. الحمد لله قدرنا نحسمها. الحمد لله. الحمد لله. الف حمد الف وشكر لك يا رب. بشكر كل اللعيبه والجهاز النادي الاهلي كله ومجلس الاداره، ورب تكون فرحنا جماهير. وبشكر اخواتي طبعا والدي ووالدتي يعني عشان الدعوات، فالحمد لله يعني. كابتن محمد، يمكن مباراه صعبه لكن الحمد لله قدرتوا تحسموا سواء الدوره المجمعه الاولى او ثانيه كمان، واعتقد تفوق كاسح لرجال النادي الاهلي. الحمد لله. زي ما انت قلت احنا كنا حاملين اللقب الحمد لله من 2009 احنا حاملين اللقب. كنا المباراه كانت صعبه قوي النهارده، والدوره المجمعه الاولى عشان الزمالك معاه محترف برازيلي وكابتن احمد صالح نجم منتخب مصر، فالحمد لله اللي احنا قدرنا نكسب ونفرح كل جماهير النادي الاهلي. الحمد لله. شكرا يا بير، ودايما موفقين ودايما ابطال باذن الله. بينضم لي كمان كابتن اسلام، واحد من نجوم الفريق النهارده اللي يمكن كان لهم دور كبير جدا في حسم البطوله سواء في الدوره المجمعه الاولى او الثانيه. محمد شومان، يعني الف مبروك الفوز النهارده، يمكن مباراه كبيره في مباراه الزمالك الاولى في الدوره المجمعه الاولى قدرت تحسم المباراه امام محترف البرازيل وتسهل الامور، والنهارده كمان يمكن بدايه الفوز كانت بالمباراه بتاعتك. الحمد لله، يعني ده كان توفيق من ربنا الحمد لله، اذا كان في الدوره الاولى او الثانيه. وطبعا كان الماتش النهارده ده مهم جدا، اللي احنا كنا متاخرين 1-0 فكان لازم نكسر ال 1-1 دي، كانت هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، فالحمد لله ربنا كرم. الحمد لله. محطات البطوله بقى، يمكن احنا الحمد لله حامل اللقب للمره 13 على التوالي، ولكن برضه بقى فيه صعوبات، ولكن انتوا كعادتكم دايما عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي بيكم دايما. طبعا البطوله دي كانت من اصعب الدوريات اللي انا لعبتها، لان انا اصلا يعني لسه بادئ العب في الدوري بقى لي مثلا اربع سنين ولا حاجه، فده كان اصعب دوري في حياتي، لان كنا احنا تحت ضغوطات جامده جدا، لان نادي الزمالك فيه كابتن احمد صالح رقم 40 على العالم، وجايبين الولد كوستافو تسوبايدو برضو رقم 25 على العالم، فالموضوع كان صعب بالنسبه لنا شويه، بس الحمد لله ربنا كرم وروح النادي الاهلي هي اللي بتكسب دايما. كلمه لجماهير النادي الاهلي واللي جاي ان شاء الله ازاي؟ ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي، وشكرا جدا لجماهير الاهلي على دعمهم لينا وعلى كل حاجه بيقدموها لينا. شكرا يا شمان، ودايما بالتوفيق باذن الله. كابتن اسلام، طبعا الفرحه جميله، النادي الاهلي في الرجال ده عام ال 13 على التوالي حاملين اللقب في بطوله الدوري، وكمان سيدات الاهلي نفس الوضع، يمكن فوز اكثر من رائع، العلامه الكامله سواء في الدوري المجمعه الاولى او الثانيه، اعتقد هو ده النادي الاهلي وده اللي يليق بتاريخ النادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي في بطولات وانتصارات ويبقى دائما رقم واحد. كمان كابتن اسلام اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق. زي ما حضراتكم شايفين تقول لي هتفرح بتنس الطاوله، ايوه هفرح بتنس الطاوله. النادي الاهلي جمهوره بيفرح لانه بيحب ناديه، مش عشان انا بكسب بطوله ولا حاجه، لا، لكن عشان بحب ناديه فعايز افرح، بفرح بتنس الطاوله. طب خليني اقول لحضراتكم حاجه كمان بالمره بقى يا كابتن عادل، عشان معلش الناس عماله تبعت لي اهو. فريق كره الماء بالنادي الاهلي يفوز على الزمالك 17-6 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. ما هو بالمره بقى يعني، احنا تنس طاوله معرفش في حد غرق، اسالوا لي كده في حد غرق ولا ولا الدنيا مشيت عادي 17-6 ده طبيعي ولا مش عارف. ماشي، فالحاجات اللطيفه دي يعني تعدي مفيش مشكله. ف يعني دايما بنفرح ودايما بنتبسط باي حاجه، اي حاجه بيكسب فيها النادي الاهلي. بس ما حدش غرق بتقول. خلاص عدت بقى. حلو. طيب كابتن عادل، خلينا نرجع مره اخرى للمباراه واللي بيحصل في المباراه. حضرتك قلت ان في عدد من اللاعبين ما لعبوش في امام جمهور، ده امام جمهور. والحقيقه جمهور الوداد عمل ملحمه برضو، خلينا نتكلم بشكل يعني ان جمهور الوداد بالفعل، لانه فنيا لما تيجي تبص على الفريقين النادي الاهلي ونادي الوداد، لا النادي الاهلي اعلى في كل مركز، هتلاقي اللاعب اللي بيلعب في المركز ده بغض النظر عن مستوى اليوم ده، لكن بشكل عام لا النادي الاهلي افضل. لا انت طول عمرك افضل من فرق الوداد والترجي والحاجات دي. في الجيل ده كمان الحالي في فروقات كبيره قوي. ولكن زي ما اتفقنا ان احنا خلينا الشق بتاع الاتحاد الافريقي والمنظومه اللي هي حصلت وودوا المباراه المغرب ونجحوا ان هم يجهدوا ذهنيا فرقه النادي الاهلي، ولكن تعال بقى جوه الملعب نشوف جوه الملعب. أيوة. لا جمهور الوداد عمل حاجه قويه، ويمكن الكلام اللي انا قلته لك ان لاعبتنا مش ده ادائهم، يظهر ان الجمهور ضغط عليهم ضغطه جامده، وللعلم يعني احنا بنتكلم على جوه الملعب ما حصلش حاجه يعني في قضيه الملعب، بالعكس الجمهور المباراه كانت جيده جدا، الحكم كان هايل، ودي حاجه لازم
نقولها ودي حقيقه يعني. هو المشكله ان اكتر من لاعب عندك كان يعني مش في يومه خالص، يمكن معظم اللعيبه عملنا اداء لا يليق بنهائي، ودي حقيقه. اللعيبه حتى في بدايه المباراه احنا ما اديناش الاداء الجيد. وظايف المكان بتاع اللاعبين انا شايف انه ما كانش بينفذوا الكلام ب 100%. حتى الفكره نفسها احنا استعجلنا المكسب من البدايه، حتى تشكيلنا بان عليه ان احنا استعجلنا المكسب، ودي كانت فيها يعني ما عجبتنيش قوي انك انت تستعجل المكسب في ماتش انت معتبر ان هو مباراه واحده وفاينل. اكيد الفاينل بيبقى ليه سماته وصفاته، وبالذات في الاجواء اللي زي دي. لكن من الاخر احنا بنتكلم ان فروقاتنا كانت اكبر، احنا الافضل قبل المباراه، ولكن في المباراه فرقه الوداد كانوا الافضل، دي حقيقه، وبدليل ان هم كسبوا 2-0. عارف ليه انا بقول كده؟ عشان لازم نعالج الفرقه. البطل لازم يقوم بسرعه. الفرق ما بين الفرقه الكبيره والفرقه الصغيره طول عمرها انك انت لما بتنزل بتطلع جري، وبتطلع باسرع وقت، ما بتاخدش وقت كبير قوي. لكن احنا اخطانا في المباراه، ما اديناش اداء يعني. انت ما بتبررش ولا حاجه الحمد لله. نعم؟ كل حد ما تيجي تتكلم عن اي حاجه او تعمل اي حاجه يقول لك اصل انت بتبرره. يا عم والله ما بنبرر. لا ما فيش تبرير. احنا قلنا احنا ما كناش كويسين في المباراه، لاعبين ما كناش كويسين في المباراه، ما قدرناش نديرها اداره كويسه في المباراه. انا بتكلم على ال 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 ارض الملعب. مظبوط. ولكن يا كابتن عادل معلش، وهل بعد كلام الكابتن عادل عبد الرحمن بيقوله، هل ده معناه ان انا امحي اربع خمس سنين فاتوا من حق الجمهور ان هو ينتقد؟ ما حدش يقدر يقول اي حاجه، لكن الجمهور هو اللي بيحط الواحد في اعلى سما وهو اللي بينزله يعني. ف هل ننسى الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ولا ايه من وجهه نظرك؟ ننساهم ازاي يعني؟ اولا بس انا ليا وجهه نظر. اتفضل. المباراه دي احنا كنا الافضل في كل حاجه. احنا في ربع ساعه مضيعين 6 جوال، 3 منهم انفراد. 3 انفراد كاملين ده في اخر ربع ساعه. اوكي. 4 كور، واحده مجدي قفشه، واحده بيرستاو، واحده شريف، صلاح محسن، واحده صلاح محسن، واحده حسين الشحات، واحده حسين الشحات. هم 3 فرص، 3 تسديدات، واحده في العارضه، والاثنين جولين. الاخ جوميز انا قبل المباراه كنت بشكك فيه، لانه الراجل ده حكم على الرغم بيقول ان هو احسن حكم. المباراه اللي قبل الماتش بتاعنا كان الوداد مع الفريق الانجولي اللي هو بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو صح. في راجل واخد انذار كان المفروض يديله الثاني، ما ادهلوش. ده بقى اسمه ايه؟ احتواء بتاع عصام عبد الفتاح. اوكي. ده اسمه ايه؟ احتواء. احتواء ان انا ده راجل يستحق الانذار، انه واخد الكره بايديه ما خدش الانذار ثاني. الحاجه الثانيه، يوم ماتشنا جه فينا جول. اوكي. واحنا مخطئين وفلان غلط وفلان غلط. طب انا فلان غلط وفلان غلط، في كوره بتاعت طاهر وفي الشوط الاولاني واثنين رايحين على واحد. اثنين رايحين على واحد. أوكي. يروح حاسبها فاول. طيب الكره بتاعت الشناوي اللي راس الحربه او الراجل اللي جه يمسك الشناوي، والكره اتلعبت وبقت في نص ملعبنا ورايحين واحنا اخطر، راح موقف اللعب وعمل ايه؟ اداله انذار. راجع اداله انذار. ايوه. ازاي انت رايح كاس عالم؟ انت رايح كاس عالم ازاي؟ طيب الكره قبل ما تبدا المباراه ما بتختبرش الكور؟ عندك 12 كوره. هل الكلام ده من النادي الاهلي؟ بيضيع وقت الشناوي من اول 5 دقائق. طيب طب والراجل بتاع المغرب؟ طب ما برضه مسك بتاع الوداد، طب مسك الكوره واشتكى من الكوره. انا حكم كويس ازاي؟ كويس كوره الوقت الضايع 3 دقائق بيصلحوا له السماعه، و3 دقائق الجول وقع، وفي 10 تغييرات. الجول وقع قد ايه؟ ده غير تضيع الوقت الثاني، غير الكور اللي ما بترجعش من الملعب. الشناوي يجري عشان بيلاقي الكوره، مش لاقي كوره، يحسب 4 دقائق. 5 دقائق كويس منين؟ الراجل وليد سليمان الكره على ال 18.
طب يا سيدي ده كان فاضل دقيقتين ولا حاجه، طب احسبها يعني ذره في الرماد زي ما بيقولوا. بس هو مين وليد سليمان رايح، الراجل راح نايم وراح جايبه، تتحسب على وليد ازاي؟ اي منطق واي عقل يقول كده؟ وبعدين على طول يروح يطرد رامي دقيقه، ايه ده؟ ده مش اقل من 12 دقيقه في المباراه ديت، وبتعدي ليه؟ لانه انا الاخ في فاولات عكسيه وفي فاولات للنادي الاهلي ما بتحسبش، وراجل جاي يعني يكمل منظومه المؤامره، ان انا بقى احسن حكم في افريقيا، فانا جاي بقى ايه. بس ما حدش قال ان هو حكم، انه بيقولوا كل الناس بتقول ان هو احسن حكم في افريقيا. انا بستغرب، انا لا على تاريخه، على تاريخه يعني يمكن بيقولوا كده كابتن عادل، بيقولوا كده. بس في المباراه دي ما كانش اعلى احسن ولا لم يكن جيدا اطلاقا، وكان ضد النادي الاهلي في كل قراراته، وبيضيع وقته طول المباراه وعمال يهزر. يا عم ده مباراه فيها بطوله، وبعدين الشماريخ اللي كانت مولعه، انت بتقول جمهور الوداد، الجول الاولاني ما بقناش شايفين الكوره من الشماريخ، الملعب لونه ابيض. الجول الثاني نفس القصه، بعد المباراه وهم بيسلموا الميداليات الملعب كله نار. ايه ده بيحصل فين ده؟ في اي حته في العالم هناك بيحصل هناك ليه؟ لان المؤامره. النهارده لما الكابتن محمود الخطيب وعلى المنصه ويتجاهل، انا اسف ان انا بقول كده، بيتجاهل رئيس الفيفا ورئيس الكاف، وما يسلمش عليهم ويروح واقف في اخر المنصه، فهم عارف لما يكون واحد دخل بيتك وسرقك، فانت وهو بيسرق رحت انت ايه؟ بصير. ايه اللي انت بتعمله ده؟ فالاثنين بيقولوا تعالى، فما جاش، لان بالادب وبالحياة بيدي لكل واحد فيهم الم. اللي انت بتعمله ده عيب ومش فير ومش عدل. هو لما الاثنين يجروا علشان يتطابوا عليه، عشان ايه؟ حاسين بالذنب ان في حاجه غلط اتعملت. مجلس الاداره هو داخل الملعب، امتى في تاريخ اي بلد في جزر الموماو زي ما بيقولوا ان مجلس اداره داخل مش عارف يخش الملعب؟ امتى الكلام ده يحصل؟ يحصل في 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 في, في الكاف ان الكلام ده الكلام ده ممكن يحصل. الحاجه الثانيه والحاجه الغريبه جدا، انك انت في 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 المباراه ديت تحس ان مفيش حمايه، اللعيبه عايشين في جو رعب زي السنغال برضه، زي ماتش السنغال مع المنتخب. الله يفتح عليك يا كابتن، الله يفتح عليك. ايه الرعب اللي احنا فيه ده؟ دي مش ماتش كوره، دي مش كوره ورياضه. نعم. وبعدين الحاجه اللي انا ساعات بأشفق عليها من بعض الاعلاميين في مصر، يقول لك فوزي لكح ده يعني ده راجل هايل، عشان هايل فين؟ انت بتاخد حاجه مش من حقك. انت راجل، انا لما بنتخبك في الكاف علشان تبقى عادل مع كل انديه افريقيا، انما انت لما تيجي علشان تساند الوداد يبقى انت راجل ما عندكش عدل، زي اللي انا بنتخبه في مجلس الشعب. هل جاي علشان حي شبرا ولا عشان الشعب المصري كله؟ انت ما انتش عادل، انت راجل ظالم، لانك انت المفروض انك تتحاسب. والصحف الجزائريه والتونسيه وكل الصحف العالميه بتجرم هذا الرجل. الراجل ده لازم يتحاسب. انت يا راجل بتتهم تونس ومصر انهم واخدين بطولات بطريقه فيها فساد. انا فساد؟ ده الفساد هو انت، ده انت من ساعه ما جيت والفساد موجود، وبيساعده للاسف عنصر من عناصر اللي موجوده في بلدنا، واللي الدوله المصريه سندته عشان يوصل للمكانه دي. فانا ابقى واقف بتفرج عليه وهو بيعمل الكلام ده كله في النادي الاهلي وفي مصر، وابقى قاعد بعيد عن 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 الصوره. ازاي الكلام ده يحصل يا كابتن؟ لا ما يحصلش، وما تعديش. واعتقد القرارات اللي النادي الاهلي مجلس الاداره خدها قبل ما يسافر قال الاتي: انا بطلع على المحكمه الرياضيه وبعدين هصعد، واعتقد ان هيبقى برضه في تصعيد حتى لو في 1%، وبرضه بعد التصعيد هيبقى في مؤتمر صحفي
النادي الاهلي ومجلس الاداره والكابتن محمود هيتقال المؤتمر الصحفي وكل الملف اللي كان موجود هيتعرض. الناس وهي داخله الملعب وقبل الماتش باسبوعين يتحدد الملعب، مع ان اللائحه اللي هم بيستندوا عليها بتقول ان الماتش يبقى في ارض محايده. اللائحه اللي هم بيستندوا عليها ان يبقى ماتش واحد. وعايز تقلد لي تقلد لي اوروبا؟ اوروبا يا سيدي انت بتلعب في اسبانيا جنبك فرنسا، الناس بتركب القطر والاتوبيس في ثانيه بيبقوا بيرجعوا اخر النهار. انت بتلعبني اللائحه بتقول ان انت ارض محايده وماتش واحد. ماتش واحد ازاي؟ ده انت يا راجل انت الاتحاد الافريقي انت عايز تلعب مباراتين ثلاثه علشان يبقى عندك رصيد من الدخل عشان تدعم الفرق في على مستوى الافريقي. فانت بتلعب مره ماتش واحد. طيب الماتش الواحد انت بتلعبه في المغرب اللي هي المفروض ثلاث مرات بيتلعب على ارضها، يعني ماتش الاهلي والزمالك لولا ان الاهلي والزمالك لعبوا الفاينل كان احد الانديه المغربيه كنا نلعب في المغرب برضه، فانت دي لتاني مره. الكلام ده كله هيعدي في العالم كله؟ مش هيعدي ولا هيعدي على النادي الاهلي. واللي انا بتمناه على الدوله المصريه انها تقف مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده نادي وطني، نادي يعني ايه قيم، يعني ايه مبادئ. النادي الوداد لو جه يلعبنا بكره هتلاقي مجلس الاداره بتاع الوداد معزز مكرم وداخلين بالعربيات جوه المقصوره واحترام وكل حاجه. انما مجلس الاداره بتاعنا يتبهدل البهدله دي، الاستاذ الوزير العامري والمهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي يتبهدلوا البهدله دي، مين يرضى بكده؟ السيد الوزير فين؟ ازاي المجلس الاداره يتبهدل البهدله دي؟ اي منطق يقول كده؟ ما بتكلمش على الشعب المغربي يا كابتن اسامه، الشعب المغربي على احنا شعوب، انا بتكلم على الكاف ونادي الوداد، والكاف هو اللي بيدير المباراه. مجلس اداره النادي الاهلي يتعامل بالطريقه دي ازاي؟ انتوا تعملوا كده لما بتيجوا مصر بتتعاملوا كده؟ انتوا بتتشالوا فوق الراس ومعززين مكرمين من اول ما تحطوا رجليكوا واحنا اشقاء قبل اي حاجه، انما ماتش كوره يوصل لمرحله ان احنا نبقى بالشكل ده؟ اعتقد ان دي حاجه لازم يبقى فيها حل، لكن لا الحكم كان موفق ولا التنظيم كان جيد، وكان في ظلم باين على النادي الاهلي وظلم مجلس ظلم على مجلس الاداره، واعتقد ان مجلس الاداره مش هيسكت. وبعدين برضو اختم كلامي، الحرب الشغاله على موسيماني، بقالنا سنه بنحارب في موسيماني يا سيدي. موسيماني مجلس الاداره بيحاسبه، انت مالك ومال موسيماني؟ انت مالك وماله؟ النادي الاهلي يعرف ان هو ازاي يحاسب المدير الفني بتاعه. انت عايز تضرب في النادي الاهلي عن طريق موسيماني، يجي النادي الاهلي يروح ماشي بقى المدير الفني، تقوم انت ايه تتبسط تبقى فرحان ان انت بقى ايه نجحت انك انت تتدخل انك تخلي اداره النادي الاهلي تمشي المدير الفني بتاعها عشان الفرقه عقبال ما يجي لك مدير فني تاني تبقى فيه مشكله. فبرضه بيضربوا في النادي الاهلي من خلال الجهاز الفني كابتن سيد والكابتن موسيماني بطريقه فجه، وهم زي ما حضرتك تفضلت بعيد قوي قوي عن ان هم يعني قربوا منك ولا كمان 20 سنه. فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل عبد الرحمن، كلمات اخيره. يعني انا كلمت وقلت يمكن الكابتن عادل اتكلم وقال ان انا على لعيبه النادي الاهلي كانوا الافضل وكده، هو ان انا قلت ربع نص ساعه يعني الاخيره او الساعه الاخيره يعني، لكن عايز اقول كلمه مهمه قوي. اتفضل. النادي الاهلي نادي كبير طبعا، وعلشان طول عمره كبير من حاجتين، لما بيقع بيقوم بسرعه، لما بيخطا بيعتذر. صح. ده من وجهه نظر. احنا ما كناش في المباراه دي، يعني انا بتكلم بسوء ب ب ب ب يعني بصوت انا من الجمهور، يعني كنا منتظرين ناخد الكاس ونلعب ولاعيبتنا تبقى اقوى من كده كتير. نعم. في روح ما كانتش عاليه قوي. افضل حاجه نستوعب الدرس اللي احنا فيه. اول حاجه اللعيبه لازم تراجع نفسها، احنا عندنا دوري، وخلي بالكم طول الوقت الناس عاوزه توقع فيكوا. صح. توقعك في الدوري، انت وقعت الدوري السنه اللي فاتت، فعل 18 بونت راح منك من الفار، وانا عدهم لك، انا كنت بحلل الدوري
فاعدهم لك 18 بطولة. انت لغايه دلوقتي خسران 6 بونت من الفار، مش هنستحمل بقى اكتر من كده. تمام. فلازم اللعيبه ترجع تقف على رجليها، ما عندناش مشكله، البطل يمرض ولا يموت. انت خلصت تاخد البطوله الافريقيه السنه الجايه، وهتروح كاس العالم للانديه ان شاء الله السنه الجايه، ولكن في اوقات كتير قوي لازم واقفه مع النفس من اللاعبين واعاده صياغه شويه في الفريق. ده وضع طبيعي، الدنيا كلها كده، كل الدنيا على هذا المنوال. لما انت يعني مش عشان الاخفاق، حتى لو كنت خدت بطوله افريقيا يجب في اعاده صياغه كل سنه لاي تيم كبير، لكن التيم الكبير دائما بيتطلع لي او بيلعب على جميع الايه البطولات. فانت لما في جميع البطولات بتلعب عليها يا كابتن اسلام، يجب ان يكون عندك عدد كبير وكافي من اللاعبين. نعم. علشان كده بقول لك البدايه احنا خلاص عرفنا المؤامره ودرس خدناه، محدش هيلعب علينا تاني ولا حد يقدر يلعب علينا تاني، لاني خلاص انتهى الموضوع. انا بحب سيد عبد الحفيظ جدا ومقتنع بيها يا كابتن اسلام قوي. ايوه. ليه؟ لان سيد عبد الحفيظ طول الوقت بيدافع عن فرقته بالشكل اللي انا شايفه صح. اوكي. في الوقت ده انا شايف سيد صح، لانه بيدافع. لما بيجي يدافع سيد ما بيتجاوزك وما بيعملش، ولكن بيدافع بحراره وبقوه، لان ما بيجوش الا كده. انت بتتكلم على على حكم رايح يعمل خطا قانوني 100%، يعني خطا قانوني، يعني انت رايح تعمل رايح للفار في خطا قانوني، فواحد بيجي يحذرك يقول لك ده خطا قانوني، يعني انت هترتكب خطا راح يطرده. ليه؟ لان الموضوع ماشي على كده، انت فاهمني. فان شاء الله عرض لك خلاص قفلنا ملف افريقيا، دخلنا على ملف الدوري، هنبدا مباريات الدوري ان شاء الله، وربنا يوفق. والنادي الاهلي عمره ما هيتاثر حتى ببطوله، لان لو لعبنا 50 سنه صح محدش هيجيبنا. عادل طيب برضه بشد على ايد عادل انه النادي الاهلي في المباراه ديت لو نعيدها كده بالهداوه، ثلاث فرص، واحده في العارضه والكورتين اللي اتشاطوا، خطأين مننا. احنا لعبتنا الافضل في كل النواحي، فرصنا اكتر بكتير، 12 كوره على احنا شايتين هم سبعه بين الثلاث خشبات، الارقام كلها كانت في صالحنا، لكن نتيجه الزعل والعاطفه احنا حاسين ان هم كانوا افضل مننا، هم ما كانوش افضل مننا. احنا كان في البدايه كان في الشده او الخوف الزياده او نعتبرها اي حاجه، لكن في لفته مش عارف الناس خدت بالها منها. اعتقد الكابتن الخطيب لما طلع على المنصه تعمد ان كل لعيبه النادي الاهلي وهي خارجه بياخدهم بالحضن. لو حضرتك لو ما مش هينفع نجيبها طبعا، مش هينفع نجيبها، لكن كلنا شفناه وقف بالعرض وظهره للكاميرا، وكل اللعيبه وهي جايه واحد واحد بالاداريين بكل الناس بياخدوا بالحضن. ما معناه ايه؟ معناه ان انتوا كلاعبين ما قصرتوش، والاداره ما قصرتش، وانتوا ياما جبتوا لنا بطولات وياما اسعدتونا. ومش معنى ان حصل اخفاق في مباراه ان ده نهايه الكون. احنا عندنا من البطولات والرصيد طبعا، انما احنا عندنا مبدا ولا مش هننسحب، وان شاء الله البطولات جايه بكثافه ان شاء الله، ولاعبتنا كلهم رجاله، وهاني من احسن الرجاله طبعا، وكل لعيبه على اعلى مستوى، وحمدي هيرجع اقوى من مكان، وباذن الله تعالى اولادنا احنا فخورين بيهم، وان شاء الله يشرفونا في جميع المجالات، وبدايه من الدوري والكاس، كل الماتشات ان شاء الله يسعدوا جماهيرهم اللي هي كانت دايما سند كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل التعيم على وجودك معانا النهارده. شكرا استمتعنا بوجود حضرتك معانا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن عادل عبد الرحمن على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي كانت حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد، هنطلع ان شاء الله بعد نهايه مباراه منتخبنا الوطني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد على خير.